رواق الحياة. رواق الحياة. كل اثنين واربعة على الحياة FM. مستمعي إذاعة الحياة FM من القيروان، أهلا وسهلا بكم في رواق الحياة. رواق الحياة اليوم مرفأه من مدينة بنزرت، ضيفة بيت الشعر بالقيروان في أمسية شعرية أثثها كل من الشعراء مكي الهمامي، منى الماجري ووهيبة أقوية، وقدمها الأستاذ الباحث محمد المي. أهلا وسهلا أستاذة وهيبة. مجيد، أهلا وسهلا. مرحبا بك في القيروان. ومرحبا بنا في القيروان، هي أرضنا وأرض الشعر. شكرا على الاستضافة. مضوعة هي القيروان بحضوركم الجميل، بحضوركم الرائع، بهذا البهاء الذي نشرتموه اليوم بفضل حضوركم البديع في بيت الشعر بالقيروان. أنتم الآن على أمواج إذاعة الحياة فهم مع أكسجين الشعر، أكسجين الحياة. أستاذة منى ماجري، مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة في بيت الشعر وفي إذاعتكم إذاعة الحياة. إذاعة الحياة، نحن سعداء جدا بتشريفكم باستضافتنا. شكرا، إذا نورتم الإذاعة وضوعتم القيروان بجميل العطر. شكرا. معنا ضيفنا الشاعر مكي الهمامي، أهلا وسهلا بك. أهلا بك، وسعيد بوجودي معكم في هذه الإذاعة الراقية المتميزة وبمستمعيها الذوقين. هذه يا سي مكي إذاعة تخصص. نعم. هذه الإذاعة آمنت بالمعرفة، وهي إذا تدفع صوب القمة المقدسة، صوب الحقيقة الخالصة. إذاعة الحياة فهم بالقيروان ترحب بكم في هذا اللقاء الرائع، في هذا اللقاء اللذيذ، في هذا اللقاء البديع. إذا بالنسبة إلينا في هذه السهرة ستتيحون فرصة لمستمعي إذاعة الحياة في القيروان عبر الأفام وفي مختلف أصقاع العالم، عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر صفحتها الرسمية، موقع الويب الحياة الحياة فهم. إذن البداية تكون مع تحية الشاعرة وهبة أقوية للقيروان، فلتتفضلي. ماذا تقول الأغنيات إذا على أوتار قافيتي يكنيها البيان، وترددت ألحانها تشدو بها أطيار أشواقي يرجعها الجنان، قد أفصحت أنغام حرفي بالهوى، قالت هوانا لست أخفي. القيروان، قالت هوانا لست أخفي القيروان، نسجت خيوط الفجر فخرا مجدها، والشمس طرز ضوءها صدر الزمان، قد أشرقت بالشعر أبيات القصائد كلها وأضاءها بيت المكان. شكرا، شكرا جزيلا. وأشرق الجمال بهذا القول اللذيذ، بهذه السقسقة الشعرية الرائعة. ما أجمل أن يصدح الكون بالشعر، أن يصدح الكون بالجمال. ونذهب مع الشاعرة ضيفة القيروان المبجلة الرائعة منى. مرحبا بك منى الماجري في استوديو الحياة فام، في استوديو أكسجين الحياة. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا لما أهيئ تحية شعرية للقيروان يكفي أن يتعثر اللسان ليعبر على مدى امتنانه بل عجزه عن التعبير أمام فيض ترحابكم وفيض ضيافتكم وفيض احتفالكم بالشعر وبالكلمة الراقية ورقي مستمعيكم الملفت في بيت الشعر اليوم، ورحابة صدري وكرمي سيدتكم سيدة بيت الشعر السيدة جميلة الماجري. يعني ماذا أقول؟ أنتم تفهموننا وتبهروننا حتى يعجز اللسان عن التعبير. شكرا جزيلا. ومن خلالك نحيي بيت الشعر في القيروان، هذا البيت الذي لم يخبو فيه الشعر
طيلة فترة الحجر، فترة الحجر الصحي، ظل الشعر صداحا من القيروان من منابر بيت الشعر. تحية لشاعرة القيروان، شاعرة العربي، الأستاذة جميلة المجري. مكي الهمامي، هذا الضيف الباسم، هذا النسيم الذي ينعشنا في القيروان منذ حلولك ومنذ اعتلائك المنبر، إذن أشعت الفرحة وجعلت للجمال معنا. أهلا بك في رحاب أكسجين الحياة، في رحاب إذاعة الحياة من القيروان. سعيد جدا بوجودي معك معكم وبوجودي في القيروان وبالتحاور معك شخصيا، وانا يعني اغبط زملائي في يعني الاساتذه العربيه في يعني القيروان على يعني متفقد يعني بشوش يعني لبق، يعني حقيقه انا في قمه السعاده، ويعني يعني نتمنى جميعا ان نكون في عند حسن ظن مستمعينا الكرام. هذان لطف منك وكرم. نعم، شكرا لك. اذا يرجع الصدى من عندي محبه وتقديرا وتحيه لكل اساتذه الفصحى العظيمه، الفصحى العربيه الرائعه. هذا البحر، هذا بحر الجمال. اذا نورتنا. اذا من يقترح منكم قراءته الاولى لنخرج بعدها فاصلا غنائيا ثم نعود. وهيبه، يلا وهيبه. اخترت لكم تراتيل عرافة وأرتلها عليكم إن شاء الله. إذن تراتيل عرافة، أقول: يدي في يديك وفي راحتي دروب الأماني، فراش توضأ بالنور ضم الجناحين حين احتراقي، وضوء من البعد لاح، وبيت بمنديل شوق يحيي، تناديك حيطانه والشقوق إلي، فغصن الفؤاد تكسر ما عاد يأوي غناء الطيور، جداري تداعى وسرب الحمام مضى بالهديل، وحين أرج الخطوط، أرج الخطوط براحة يدك أبصر عمري شراعا نأى عن ضفاف الأغاني وخصب القصيد، وأبصر خطا تعثر طيري به ذات شوق، فراح يرفرف ملء الجناحين يهوي كثير الرجاء، وقد كان يأوي إليه في كل فجر يعير شفاهي أوراده في صلاتي، معلقة بنشيد المقدس كنت، معلقة بنشيد المقدس كنت، براحة يدك صرت صدى لفحيح اختراضي، تكسر صوتي ما عاد يتلو هديل المرايا، وما عاد لي من نشيدي سوى غصة تلوك حروفي ريحا وتودع صوتي حواصل طير يهاجر لا يستريح، ولا أستعيد صداه وتوصد دون نشيدي سماء العبور إلى زفراتي. أرج الخطوط، أرج الخطوط، أرج طويلا يطوف بحلق الغناء صدى طائف من هديلك يتلو نزيفي، فيزهر غصن بفوضى الخطوط، يعود الحمام ويطلق عمري هديلا، يفتح في الروح ذاكرة للقصيد، أشد على الغيم في راحتي لعل بصوتي يصب نداه فيحيي موات غنائي، يدي في يديك وتمضي وحيدا وأمضي، يظلل طيفي حمام، يظلل طيفي غمام الرجاء، فهل غيرك يا حمام يعيد الشفاه إلى أغنياتي؟ هي القيروان، هي القيروان تصغي إليك، وكل إذاعة لم تستضفك تفوت على الكون صدحا جميلا. شكرا. فاصل غنائي ثم نعود.
رواق الحياة. كل اثنين واربعة على الحياة FM.